لو سمحت ممكن اسالك سؤال؟ طبعا اتفضلي. هي الزمالك للاغنياء بس؟ لا طبعا. تعرف انك تقدر تتفسح يوم كامل في الزمالك من غير ولا مليم؟ يلا بينا. هو انا كده كده في العادي بنزل الزمالك من غير فلوس ودنيا بتروق عليا طول اليوم، بس النهارده هنتفسح في الزمالك من غير فلوس ومن غير ما ننط بالباراشوت على حد. يلا بينا. بس بصراحه انا بتسحل وبتوه، فمحتاج حد معايا يكون مرشد وعارف الزمالك كويس. فالنهارده هيكون معايا امان صبحي، هتشاركني التجربه. انا دلوقتي في التحرير وهي ساكنه هنا في محمد محمود، فهنعدي عليها ناخدها معانا. وصلنا يا ساكنة فوق، نادي عليها بقى. ولا 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 هلا والله. هتفسحينا النهارده ببلاش؟ هنحاول طبعا. انت بتسأل دلوقتي لما احنا مش هنصرف فلوس هنروح الزمالك واحنا في وسط البلد ازاي؟ ماشي عشان معناش فلوس. طريق طويل. انا عطشان قوي. ايه ده، انت ما جبتش ميه؟ لا. ولا اكل؟ انا دلوقتي في التحرير وهي ساكنه هنا في محمد محمود، فهنعدي عليها ناخدها معانا. بس نفطر الاول. لا اول حاجه لازم تروحها هو متحف الفن قصر عيشه فهمي. الدخول ببلاش ومش هتصرف اي فلوس جوه، بس اقفل دلوقتي عشان احنا اتغبينا ونزلنا يوم اجازه رسميه، فما تعملش زينا وما تروحش يوم الجمعه برضه. فقعدنا نستريح وامان كانت عامله حسابي في سندوتشات ولا 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 ولا. فعلى ما ناكل هقول لكم اني كنت عامل فيديو عن القصر بعنوان الدوناتس وقصر عيشه فهمي، بشرح فيه تجربتي مع اللوح الفنيه وازاي تقدر تدخل القصر وتعمل ايه وتفاصيل الزياره وكده. هتلاقي لينك الفيديو في الكومنتات على فيسبوك، او ممكن تدخل على اليوتيوب وتسيرش على استوديوهات شد الحب. ايوه استوديوهات، تمام، شد الحب عشان الناس اللي بتتلخبط في الاسم بس. ولو ما لقيتش الفيديو او مكسل تدور عليه اكتب جنب استوديوهات شد الحب لقصر عيشه فهمي، يعني تصرفوا. طب لو لقيته قافل اكيد مش هنعطل يعني، ارجع تاني تمام وادخل شمال وتمشي شويه وهتلاقي قاعده رايقه عني. اقعد استمتع بالفيو وتصور صور رايقه. بص اتعود كل ما تروح مكان تصور. لا لا اتصور كتير. تاني مكان ببلاش معانا هي مكتبة الديوان، غير انك هتدخل جوه عالم من الكتب والروايات هتدخل برضو جوه عالم من الروقان والهدوء. تقدر تقعد هنا وتقرا اللي انت عايزه براحتك. بس طلعنا بسرعة عشان ماليش في الهدوء ويعني قبل ما نتطرق. وفي مكتبة القراءة الكبرى بس الدخول بخمسة جنيه، فمش هنتكلم عنها خالص في الفيديو ده. وبينما نتسكع كريم احنا فين؟ في شوارع الزمالك الرايقة، ايمان قررت تعيش تجربة الأغنية من غير فلوس وتدخلنا فندق هيلتون. احنا دلوقتي داخلين هيلتون، أهم حاجة الثقة. وفعلا دخلنا بكل ثقة والأمن رحب بينا جدا وقال لنا على طول في مين، واحنا ماشيين مبسوطين جدا إن خطتنا نجحت مع إننا مش عارفين على طول في مين ده هيودينا على فين. كده إيه؟ يمين. هو إيه اللي كده يمين وأنا ما أعرفش؟ ولا إحنا والله. إيه؟ وفضلنا ماشيين لقينا باب اتفتح لنا واوبا لقينا فرح. وهنا كان لازم ندخل. هي كانت تجربة لذيذة وبتاع، بس ما انصحش حد يجربها ومش حابب اكمل ايه اللي حصل بعدها. تعرف انك تقدر تدخل دانكن دونتس وتقعد جوه عادي، وممكن تطلع وتقعد تتفرج على الشارع من فوق، بس ما تطلبش حاجة. لذا نشكر الله على المياه. بص يا الجبنة كانت حلوة بس أنا جعان. عاوز إيه؟
أم الشحات على فكرة برضو عاوز إيه؟ أم الشحات عشا حمام النهاردة. واحنا قاعدين بقى بنصور مشاهد الشحاتة ما كملناش ثواني ولقيت الرجل الطيب العسل فشخ ده. كان فاكرين شحات بجد وحالف يا روحي جدا. بلد بخير يا جدعان. العشاء توفي النهارده. واحنا ماشيين مكملين طريقنا ايمان لاحظت حاجه جميله فشخ. هنا عاش اسماعيل ياسين. وطبعا ما قدرناش نفوت حاجه زي كده. واخر مكان بقى واقربهم لقلبي ساقية عبد المنعم الصاوي. تقدر تدخل وتقعد براحتك ببلاش وكل يوم في فعاليات وندوات. ومن حظنا الحلو النهارده كان في ايفنت جابان انمي فيستيفال وقابلنا شخصيات جميله فشخ. وانتوا عارفين بقى القاعده. ولا 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 لو سمحت هو انت مين من الشخصيات؟ انا تشيكا من لاف از وور. دي مرات وان بيس دي ولا ايه؟ انا شخصيا اسمها صوفي من فيلم اسمه هاوس موفين كاسل. جامد. انا مش عارف ايمان مبسوطه قوي ليه كده بس ما علينا. هو انت مين من الشخصيات؟ مين من الشخصيات؟ شاكي النامي ماكي هاركالا وشويتشي سايهارا. الطلاق مفاهمه هاي جدا اتشقلبوا كده. والعسل ده كان احلى شخصيه شفتها النهارده بغض النظر ان كنت في الاول فاكره عامل دور سواق ليموزين بس ما علينا. وقعدنا شويه وسط الجو الجميل ده وممكن تنزل تحت وتقعد على النيل بس بسبب الايفنت قررنا نقعد على النيل ونتفرج على الغروب من مكان اروق من كده. وخرجنا بقى بس معلش ثواني. تمام يلا بينا. انا بس حبيت اوريكم في الفيديو ده انكم تقدروا تروحوا اي مكان انتوا عايزينه بكل بساطه وما تخلوش حاجه تقف قدام سعادتكم وانبساطكم حتى لو كانت الفلوس. اشوفكم الفيديو الجاي. هب هب لا بقول لك ايه انا جعان مش قادر. يلا بينا. على فكرة التجربة حقيقية 100%. احنا من ساعة ما دخلنا الزمالك ومروحين اهو ما صرفناش جنيه واتبسطنا جدا.